كما ينضم إلينا الدكتور محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور محمد بعد التحية، يعني أسألك وأنت متخصص في العلاقات الدولية، أسألك في يعني عرض إيمانويل ماكرون على الملأ بشكل عام سواء في القاهرة أو في المحطات السابقة له عن التحالف الدولي ضد الإرهاب ورغبة في أن يتعامل هذا التحالف الدولي مع المقاومة الفلسطينية في حماس، شأنها شأن داعش وأن تتم المقاومة أو القضاء على هذه الحركات يعني يساويها بالمنظمة الإرهابية داعش. كيف ترى هذا الطرح بشكل عام على الملأ دون أن يطرحها أولا على هذا التحالف الدولي؟ تحياتي لحضرتك. فكره تحالف او معامله المقاومه الفلسطينيه ايا كان وضعها في قطاع غزه على انها متساويه بداعش او بالجماعات الارهابيه، هذا امر في غايه الخطوره، ربما يواجه ضغط عربي شديد وضغط دولي كبير جدا نظرا ل يعني عدم جديه هذا الصح. ايضا الاتفاقيه العربيه للامم الاتفاقيه العربيه لاجتماعات الدول العربيه فرقت او المتعلقه بالارهاب فرقت بين المقاومه وبين الارهاب، وهي ربما هو النقطه الاكثر دقه في هذا الموضوع، خاصه اننا نتحدث على ان المقاومه هو حق مشروع للشعوب والدول في الدفاع عن قدراتها وعن اراضيها ومواجهه المقاومة. يجب ان حينما نتحدث عن هذا الامر الا نتغافل ان الدوله هي من استمر في انتهاك الاوضاع في غزه، استمرت في ضغط على الطرف او على الاطراف في قطاع غزه، هي من ادت الى تسهيل الازمه الحاليه والوصول الى هذا المشهد باستمرار انتهاك هذه القوات. وربما كما اثر التقرير الذي كان يعرض منذ لحظات او منذ ثواني الى ان هذا الانتهاك هو ليس وجود النهضه ولكن كان بصوره مستمره من حين الى اخر، ولكن في الاونه الاخيره تباين هذا الانتهاك نتيجه التصرف او ممارسات الحكومه في دكتور محمد أسألك عن النقطة التي اتفق عليها الطرفان الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون في وجوب الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية إنهاء لهذا الوضع المتأزم. هل ترى هذا الاتفاق الآن وهذا الطرح من كل يعني قادة العالم، هل يعني يعرض هذا الحل على الطاولة مرة أخرى وربما تأتي الجهود بثمارها هذه المرة؟ لا يجب ان نقل اهميه الحدود الدوليه في طرح حل سياسه الازمه او القضيه الفلسطينيه، خاصه ان هناك قرارات امميه تشير الى العوده الى حدود قبل 67، وهذا ما تضرب به دوله الاحتلال حرب قائد تنفيذ. طرح حل سياسي هي دائما المبادره التي تتمثل بها، وهي خيار استراتيجي للدوله المصريه في حل كامل من خلال ولكن قبل ان نتحدث عن حل سياسي وضروره العوده الى المفاوضات مره اخرى يجب ان نتحدث عن ضروره وقت التكوين، يجب ان نتحدث ايضا عن ضروره وقف وثمار الاسرائيلي والتهديد المباشر لحياه المدنيين. نحن نتحدث عن كارثه انسانيه وعمليه اداره جماعيه دوله الاحتلال تجاه الفلسطينيين. هذه الجهود يجب ان تكون منطقيه اولا ووقف نظيف القاتل والحمايه العسكريه في هذه الاحتلال، وايضا تكون وقف اي عدوان طرف يعني الجانب الاسرائيلي على الاشقاء في فلسطين، وضروره ضمان وصول المساعدات الانسانيه بصوره عاجله وبناء او اعاده اعمار قطاع غزه ومن ثم توحيد الخط الفلسطيني. بعد ذلك نتحدث عن حل سياسي وعن كافه الوجود، لكن لا يمكن لنا ان نتحدث عن حل سياسي في صراع قائم وفي وجه
كل انتهاك مستمر لقواعد القانون الدولي وعمليه عسكريه تشن من قبل جيش الاحتلال يضيع في مقابلها ارواح ملايين من البشر وتذبح ارواح الاطفال والنساء في القطاع. نعم دكتور محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدوليه اشكرك شكرا جزيلا.